مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من مصر، حيث تم الإعلان عن موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض الحكومة المصرية 12 مليار دولار على فترة 3 سنوات. قال الصندوق أنه هالاتفاق رح يخضع لموافقة المجلس التنفيذي خلال الأسابيع المقبلة، وبيتوقع انخفاض عجز الموازنة المصرية من 98% ل 88% بسنة 2018 و2019. أما الحكومة المصرية فسبق وأعلنت بأواخر تموز عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بحوالي 21 مليار دولار على 3 سنوات، بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. ومنبقى مع مصر وخبر عن EFG أرماز، أكبر بنك استثماري بالبلد، يلي صرح عن خسائر بحوالي 7.61 مليون دولار بالربع الثاني، وبلغت خسائر الأشهر الست الأولى من السنة 14.74 مليون دولار. ومننهي مع مجموعة علي بابا، يلي سجلت أرباح فائق توقعات المحللين من خلال الارتفاع بخدمات كلاود كومبيوتينج والتجارة الإلكترونية، فارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 59% لتوصل ل 32.15 مليار دولار بالأشهر الثلاثة المنتهية بحزيران. أيضا شهدت أسهم علي بابا ارتفاع بحوالي 4% بالتعاملات قبل السوق، وهو أعلى ارتفاع من أكثر من سنة. بلغ صافي الربح حوالي مليار دولار، وزاد عدد المشترين 18% ليوصلوا ل 434 مليون. أما أرباح السهم الواحد ارتفعت ل 0.74 سنت. هذا كان كل شيء لليوم، بشوفكم بكره.